وأهلا وسهلا بكم في مؤسسة الحوار الإنساني وأربعاء آخر وأمسية أخرى واحتفاء آخر بعنوان الرؤية المستقبلية للمسرح قاسم مطرود وتهشيم الثوابت. أنا محظوظة اليوم أني أقدم قامتين من الثقافة والأدب، ومحظوظة أكثر أن أجلس مرة أخرى على هذه الطاولة مع الكبير قاسم مطرود. قبل أن أبدأ بتقديم قاسم مطرود، أعطي فقط نبذة مختصرة عن ماذا ستحتوي هذه الأمسية اليوم. ابتداءً، نحن نحتفي بكتاب صدى الصمت، وهو مجموعة مسرحيات نشرت وطبعت عن دار الشؤون الثقافية في العراق. سيقدم قراءة نقدية، نستطيع أن نقول، الناقد السينمائي عدنان حسين أحمد، وبعد ذلك سيتكلم قاسم مطرود عن تجربته في تهشيم الثوابت. فابتداء أنا سأقدم ضيفي الأول وأقول: حين يقرأ تراه داقا رأس ما يقرأه مخضعه لعينه الثاقبة، يملأ جرابه كل يوم بالعديد من الكتب، حتى أني حين أحاول فك رمزه أتمثله كمن لا يكتفي أبدا ويقرأ كل ما تقع عليه عيناه، وكأنه لم يقرأ قبله شيئا. هو الذي يحلل النص المرئي كما لو أنه يقرأ رواية، ويحلل النص الروائي كما لو أنه أمام مسرحية، ويحلل النص المسرحي كما أنه لو أنه مستمتع بقصيدة للتو تذوقها. في زمن نعاني فيه من المجاملات والقراءات السطحية، وجدناه ميالا للموضوعية والتأني في طرح الفكرة والرأي. هو يكتب نقده بعين المتذوق العالية في اللغة، ويقرأ أبعاد النص المكتوب كما يقرأ أبعاد النص المرئي. وفوق كل هذا وذاك، له من دماثة الخلق ما يفوق الوصف، كما تقول الصديقة الشاعرة سوزان عليوان. واليوم أنا هنا أقدم، كما قلت وقدمت، قامتين عراقيتين أنا أفخر بجلوسي إلى جنبهما. أترك الحديث للناقد السينمائي عدنان حسين أحمد، الذي تحدث قبل قليل بسطور قليلة عنه، ليحدثنا عن صدى الصمت. فأهلا وسهلا بكم وبهم. شكرا كثيرا. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصعب جدا علي حقيقة أن أقدم زميلي الكاتب المبدع قاسم مطرود، الذي أعرفه منذ أوائل الثمانينات حقيقة. أعرفه مخرجا وناقدا مسرحيا وكاتبا مسرحيا مهما، كتب حتى الآن العديد من النصوص المسرحية المهمة. وفي هذا اليوم على وجه التحديد سنحتفي بهذا الكتاب الذي هو صدى الصمت، وفي مسرحيتان. أنا أعتقد أن نصاً مسرحياً واحداً يكفي لتوضيح التقنية التي يعمل فيها الكاتب المسرحي قاسم مطرود. فلو أخذنا المسرحية الأولى وهي دمي، محطات وظل، وهي المسرحية الأولى يعني حسب التسلسل في هذا الكتاب. هذه المسرحية حقيقة من الأعمال المسرحية المهمة جدا، ولا شك أن حضراتكم أو المهتمين بالمسرح بشكل عام لابد وإن اطلعتم على ما يسمى بمسرح العبث، Theater of Absurdity. وهنا أنا أريد أن أتحدث حقيقة عن التعالقات النصية
الموجودة في هذه المسرحية مع أفكار مهمة وردت في أعمال مسرحية أخرى. ويكفي في هذا الصدد أن يعني أن أتوقف عند حادثتين فقط ربما لا أكثر، وسأكتفي بالإشارة إلى بعض الحوادث الأخرى لتأكيد هذا التعالق النصي وماهيته وكيف يحدث. نحن تارة نسميه بالتراسل الإبداعي الذي يحدث مع سبق المعرفة. مسرح العبث كنا في الثمانينات يعني ندرس هذا المسرح حينما كنا طلابا، ولكن لم تتح لنا الفرصة لمشاهدة أي عمل مسرحي من هذا المسرح العظيم الذي هز أوروبا. سأشير فقط إلى عدد من الكتاب الذين يمثلون هذا التيار، وهو كما قلت من التيارات المهمة التي تطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة الفلسفية. من بين هؤلاء المسرحيين سوميل بيكيت، وهو أيرلندي انتقل وعاش في فرنسا، آرثر أدموف وهو روسي انتقل وعاش أيضا جزء من حياته في باريس، يوجين يونسكو روماني انتقل وعاش أيضا في باريس، جان جينين، وحقيقة كتاب آخرين يعني لا يسع المجال لذكرهم جميعا. هؤلاء كتبوا هذه النصوص المسرحية بعد خوضهم للحرب العالمية الثانية. وفي العراق ظهرت عندنا هذه البوادر متأخرة بعض الشيء. هذه المسرحية تعتمد على فكرة أساسية موجودة في مسرحية انتظار جودو. أربع شخصيات ينتظرون جودو الذي لا يأتي أبداً. في هذا النص المسرحي هناك سائق، هناك رجل وامرأة وينتظران، كلاهما ينتظر السائق في منطقة لم يحددها على وجه التحديد، يعني لكي يعود مرة ثانية إلى العراق، أي بمعنى أنه استثمر فكرة الانتظار وبنى عليها هذا النص المسرحي. فكرة الانتظار ليست حكراً على كاتب المسرحي دون آخر. كثير من الكتاب يستطيعون أن يمارسوا هذا التراسل الذي أسميناه أو التعالق النصي أو التلاقح، أي بمعنى يأخذ فكرة كان قد اشتغل عليها فنان آخر، مبدع آخر في كلا في الفنون القولية وغير القولية، ويبني عليها نصاً مغايراً بالضرورة عن الفكرة الأساسية. هذا التعلق النصي موجود في هذا العمل المسرحي، والتعلق النصي فيه خطورة حقيقة إذا لم يتقن الكاتب المسرحي كيفية الإفادة من هذه الفكرة التي شاعت وأثرت وحفرت أثرها لدى المتلقي العالمي، فإنها ستشكل بالتأكيد خطورة عليه. ولكن لأن قاسم حتى هذه اللحظة كتب ما يقارب 40 عملا مسرحيا، صحيح أنه نشر 6 أو 7 ربما منها، ولكن البقية الباقية ألفت وهي مكتوبة وجاهزة ومثل البعض منها في ربما غالبية البلدان العربية، وهذا شيء يحسب لمصلحة قاسم مطرود حقيقة ولمصلحة المسرح العراقي والثقافة العراقية. فأولاً أن النص كله يقوم على فكرة الانتظار، أي بمعنى أن الرجل والمرأة ينتظران هذا السائق، ولكن هل سيأتي هذا السائق أم لا، لكي يقل لهما بسيارته إلى العراق الذي يتشوقان إليه كثيراً بعد أن مر بغربة لسنوات طويلة. وأنتم تعرفون حينما يغترب الإنسان يقف أمام أشياء كثيرة، من بينها مثلاً اللغة الجديدة، خصوصاً إذا كانوا يعني في بلد أوروبي يتكلمون الإنجليزية والفرنسية والهولندية أو أي لغة أوروبية آخر، أي بمعنى أنهم أمام تحدي جديد. التحدي اللغوي أو الثقافي هو واحد من أهم وأخطر التحديات الموجودة.
هل استطاع هذا الرجل وهذه المرأة معه أن يتماهيا وينسجما مع هذه اللغة الأجنبية أو هذه الثقافة الأجنبية التي دخل عليها فجأة ووجد أنفسهم نفسيهما أمام هذه اللغة الجديدة؟ هل استطاعوا أن يقطعوا الصلة تماما مع الثقافة الأم؟ وهذه أيضا مشكلة أخرى، نحن ننتقل أحيانا بأجسادنا ونعيش في المنافي مشتتين ومبعثرين، ولكن الحبل السري يربطنا بالوطن، التلفاز، الهاتف، مكاتبة الأصدقاء، سماع الأخبار إلى آخره، وأحيانا يستطع هذا المنفي أو المبعد أو المقتلع من جذوره أن يعيش في داخل العراق ربما أكثر مما يعيش الإنسان الذي يعيش في داخل الوطن، وهذه هي المشكلة. ففكرة الانتظار استثمرها قاسم مطرود حقيقة خير استثمار، هذا واحد. المسألة الثانية أنه لأنه قاسم مطرود كاتب مسرحي ومعني بالمسرح منذ كان طالبا في معهد الفنون الجميلة، ومن ثم انتقل إلى أكاديمية الفنون الجميلة ووصل دراسته في هولندا ودخل الكثير من الدورات التي أنا أعرفها حقيقة في السيناريو وغير السيناريو وما إلى ذلك، هذه كلها خلقت عنده نوعا من المتابعة الحقيقية وجدت بحيث يعرف يعني ما هي المنجزات المسرحية الجديدة التي تقدم في المشهد العالمي. شكسبير يدرس في العراق بشكل واسع، ولهذا هو يعني أيضا لاحظت نقطة يتعلق فيها مع شكسبير في مسألة الموت والنوم وما إلى ذلك. يعني لابد أن بعضكم يتذكر في واحدة من مناجيات شكسبير حقيقة المهمة، أو هي أهم المناجيات الموجودة، أن أكون أو لا أكون، ذلك هو السؤال. في منتصف هذه المناجات الرجل في المسرح، يقولنا أن هناك رجل وامرأة، المرأة فقدت زوجها والرجل فقد ابنه. هذا يحيلنا إلى تفاصيل الواقع العراقي أيضا والأزمات والفظاعات والبشاعات التي مررنا بها خلال سنوات الحكم السابق. فهذه يعني حينما يقرأ أي ناقد عربي مثلا هذا النص المسرحي سيعرف ماذا حدث في العراق خلال تلك الحقبة. هذا الولد الذي فقد أو والزوج الذي أعدم مثلا، هذه حادثتين مهمتين حقيقة تحيل إلى يعني تفتح ملف القتل والجريمة في الدهر. حينما يذهب الأب لكي يبحث عن ابنه المقتول ويسحب المجر، يقول كان نائما، مجرد نائم. وإذا تتذكرون حضراتكم أن شكسبير يقارب أيضا بين الموت والنوم، ليس ثم تفرق كبير يعني بين النائم والميت والميت والنائم. كيف يمكن استخدام هذا التعلق النصي وتوظيفه في النص المسرحي؟ شكسبير في وقته كانت النصوص المسرحية تعرض يوميا وتعدل يوميا، يعني حينما تعرض المسرحية على مدى 5 أشهر أو 6 أشهر ربما يتغير النص تماما أحيانا. ولهذا قال النقاد والمتابعون للتجربة الشكسبيرية أن شكسبير سرق هذه النصوص، هو حقيقة لم يسرقها وإنما كان يفيد من الملاحظات التي تقدم يوميا ويعدل فيها النص المسرحي يوميا. فمثلا يعني هو النص في الإنجليزي أتذكر جزء منه يبدأ ب to be or not to be, that's the question, whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of the outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles and by opposing in them, إلى أن يصل to die to sleep no more, for in that sleep of death what dreams may come, I that's the rock
that makes calamity of so long life. يعني حينما ننام ماذا نحلم؟ كيف نتصور فكرة الموت الأبدي حينما نذهب إلى الأبدية؟ في هذا النص يقول أنه كان نائما مجرد نائم مع يقيننا التام بأنه كان ميتا. التعلقات النصية حتى لا يعني أطيل في الحديث عليكم بقية التعلقات النصية الموجودة، أنه هناك أفكار في مسرح العبث وفي المسرح العالمي، فكرة الانتظار توقفنا عندها، وفكرة الغربة أشرنا إليها من خلال غربة الزوج والزوجة، وفكرة الذاكرة، هذه الذاكرة مشكلة حقيقية، يعني حتى هنا نشعر أننا لا نبني هذه الذاكرة الجديدة وإنما نعيش بذاكرتين، نتواصل مع الذاكرة القديمة ونبني ذاكرة أخرى محايدة ليست بأهمية الذاكرة الأولى. الذاكرة أيضا كانت موجودة بقوة بدليل أن الرجل حينما قتل ابنه، أو بتلك اللغة أو المفاهيم حينما استشهد هناك، حينما استشهد هذا الابن أولا طلبوا من والده أن يقبل بما تسمى بمكرمة الشهيد في حينه، والأستاذ قاسم سماها بالتعويض المادي، لكن الأب سيرفض هذا التعويض المادي، وحينما يرفض التعويض المادي سوف يتابع من قبل الأجهزة الأمنية، يطلبونه كالعادة للتحقيق أنه مجرد 5 دقائق محقق معك، وتستمر هذه 5 دقائق تتحول إلى 5 سنوات. حينما يخرج من السجن يقرر، قال أن هذا الوطن ليس لي بيت في هذا الوطن، لا بد أن أبحث عن بيت آمن، يقرر الخروج. هنا نشعر نحن كمتلقين أنه قطع ذاكرته الأولى للوطن، ولكنه في حقيقة الأمر ما أن يصل إلى المنفى حتى يعيد هذه العلاقة التي ادعى أنه قد قطعها مع الوطن، لا يستطع أحد مهما قال ومهما تحدى بأنه سيقطع علاقته بالوطن، هذا كلام غير صحيح. هذا الرجل كان لا يحب سماع الأغاني العراقية، ولكنه ما إن وصل للمنفى حتى بدأ بسماع الأغاني العراقية ومشاهدة التلفزيون وإلى آخره. إذن موضوعة الذاكرة من الموضوعات الرئيسة التي يعني أكد عليها الكاتب قاسم مطرود. ثقافة الآخر ولغته، هذه أيضا نعاني منها جميعا، يعني موضوعة الثقافة أحيانا تحدث نوعا حقيقة من يعني الشعور بالغربة الحقيقية، لا أنك تنتمي إلى وطنك وتتابع ثقافتك ولا أنك تتابع المنفى، وإنما موزع بين الاثنين. المسألة الأخرى التي ركز عليها الكاتب قاسم مطرود وهي مهمة جدا في إفادتي من هذه التعلقات أو التراسلات هي مسألة الاستلاب، يعني حينما نتوزع نحن لابد أن نستلب، كنا مستلبون في الداخل والآن أصبحنا مستلبين هنا في الخارج. على أي حال تمضي الأحداث هكذا تتطور دراميا. قاسم مطرود يعرف كيف يبني حدثه ويطوره دراميا لأنه يتوفر على خبرة كتابية طويلة أصبحت تؤهله لأن يبني هذا النص بناء رصينا لا خلل فيه، هو شوق المتلقي أو شوق القارئ أو المشاهد على مدار النص من بدايته إلى النهاية تقريبا، وهذا دليل الحرفية والمهنية والآلة أو التقنية التي تتطور يوما بعد يوم، هل يأتي السائق هل لا يأتي السائق إلى آخره، ويترك فجوات وفرص للرجل لكي يعود إلى الوطن، والمرأة طبعا عودة ذهنية مو عودة جسدية، والمرأة أيضا تعود إلى الوطن، ويحكي كل منهما قصته كاملة بما فيها من أسى ولوعة ومشكلات عويصة وكبيرة.
في نهاية المطاف تقول المرأة الجملة: هل تتوقع قدومه؟ هذه حقيقة، أو هذا السؤال موجود في مسرحية في انتظار جودو كثيرا، بل أن كل الفضاء المسرحي قائم على هذا السؤال، لأن الفكرة المسرحية الأساسية في انتظار جودو هي في أربع جمل. لأنه جودو كان يكتب بالفرنسية ولا يحب الكتابة باللغة الإنجليزية، لا يحب الكتابة باللغة الإنجليزية، مع العلم أنه أيرلندي، ولكن لأنه كان يريد أن يخلص اللغة من 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 صفتها الأدبية. الكتابة المسرحية إذا طبعا في السينما وفي المسرح وفي الصورة أيضا، يجب أن يخلص الكاتب المسرحي النص من لغته الأدبية، ويمنحه بعدا صوريا أو بصريا خالصا. إذا فشل في تحويل، وهذا أيضا أشار إلى الأستاذ قاسم مطرود في المقدمة كتاب تفسير الأحلام، هو قال أنه كتبت هذه المسرحية لأنني حلمت بأنني أشاهد نصا بصريا. هذا النص البصري كنت أشاهده في الحلم، أما المراحل التي تسبق مشاهدة إلى هذا النص البصري، أي بمعنى الجانب المكتوب وتداخل الأزمنة، هذا لم يكن يراه. إذن هل أننا نستطع أن نكتب نصا بصريا خالصا؟ هذا النص، يعني طبعا أنا كل شيء أتأسف أن هناك بعض الأخطاء البسيطة كنت أتمنى على أخي وزميلي قاسم أن يصححها، يعني بعض الأخطاء البسيطة التي كان يمكن تجاوزها لأنها تربك قراءة نص جميل بهذا المستوى. في مسرحية في انتظار جودو يقول: nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. لا شيء يحدث، لا أحد يأتي، لا أحد يذهب، إنه لأمر مروع. هذا النص مبني على هالأربع جمل فقط، وكل النص تأثيث، تأثيث لغوي لا غير. هذه هي العصارة أو الزبدة. في هذه المسرحية فكرة الانتظار هي الزبدة. هل يأتي السائق؟ هناك جودو، طبعا جودو تفسيرات جودو يعني إذا الواحد يقرأها يتعب، لأنه كتبت عليها يمكن آلاف الدراسات النقدية، يعني حتى احترنا أن نعرف من هو جودو، ما هو جودو، هل هو إنسان فعلا ينتظرونه؟ جودو كلمة قريبة من بالفرنسية الله، وكلمات أخرى لأنه اشترك بالحرب العالمية الثانية، والمسرحية قائمة على ارتداء حذاء عسكري، فهي أيضا تعني الحذاء العسكري بالمناسبة يعني. ولكن اللغة التي كتبها كانت لغة بصرية، اعتمد على ثيمة أساسية مكونة من أربعة أفكار كما ذكرتها. هذا النص صحيح أن هناك ثيمات وأفكار جانبية، ولكن فكرة الانتظار هي الفكرة الأساسية التي عرف كيف يستثمرها أخي وزميلي قاسم مطرود. ربما بقيت بعض الأشياء البسيطة التي أود أن أشير إليها. هو ذكر موضوعة الاستيلاب وتدنيس الأرض، على اعتبار أن هو طبعا لم يشر إلى أمكنة وأزمنة وأحيانا تسميات، ولكن واضح يعني أنه يشير العراق في فترة الاحتلال تدنيس الأرض والمحتل وما إلى ذلك. إذن هذا النص المسرحي حقيقة واحد من النصوص المسرحية المهمة في المسرح العراقي، ويعني أتمنى حقيقة على النقاد أن يتناولوا هذا النص بموضوعية كاملة ويكتبوا عن كتابة ترتقي إلى مستوى هذه التجربة، التجربة التي استطاعت أن تغربل مجموعة من الأحداث المسرحية الدقيقة والرصينة والتي تتوفر على لغة بصرية مهمة جدا. بعض الملاحظات الأخرى حقيقة هذه سأتركها بيني وبين أخي وزميلي قاسم مطرود،
لكي نصحح بعض الإشكالات اللغوية والصرفية والنحوية هنا وهناك. أتمنى له حقيقة أولاً الشفاء العاجل، وثانياً نحن نحتفي به في هذه الأمسية التكريمية لأنه يستحق الاحتفاء، ولأن إبداعه سيحتل مكانة مهمة في الثقافة العراقية، وهو جدير بهذه المهمة. وشكرا جزيلا. شكرا للناقد الجميل عدنان حسين أحمد على هذا التقديم وعلى هذه القراءة النقدية الواعية والعميقة والرائعة. أعود معكم إلى ما وددت أن أطلق عليه ظاهرة قاسم مطرود. قاسم مطرود هو شخص مسكون بالمسرح، رجل عاشق للمسرح بكل تفاصيله، حتى بات يؤثث كل ما يراه في العالم الخارجي ليضعه على خشبة أو على مكان، أو يتخذه بطلاً ليصنع مسرحه الخاص به. ليس هذا فحسب، بل هو ممن حمل هموم المسرح العربي والعراقي تحديداً، وناقش كل ما يتعلق به، وكان وما زال يطمح بأن يرى مسرحاً عربياً عراقياً يصل لمصاف المسارح العالمية. تزامناً مع صدى الصمت، نحن نود أيضاً أن نسلط الضوء على تجربة قاسم مطرود التي تمتد إلى أكثر من 30 عام في كتابة المسرح، وأيضا هو ناقد مسرحي. في هذه الأمسية، وطبعا صدى الصمت يأتي هو المولود السادس لقاسم مطرود، وإحنا نبارك إليه. بعد على حسب السادس أو السابع، ثلاثة كمطبوع. كمطبوع إذن التاسع ما شاء الله. فبعد ما كتب للروح نوافذ أخرى، ورثاء الفجر، والجرافات لا تعرف الحزن، وطقوس وحشية، وسيمفونية الجسد والموت، وغيرها من المسرحيات، يأتي صدى الصمت ضاجا كما سمعنا الآن من الناقد عدنان حسين أحمد، بكل هذه الأفكار بالانتظار والاستلاب والهوية والمعاناة الداخلية للكاتب. وأيضا لأترك الحديث لقاسم مطرود كي يتحدث عن الثيمة الأساسية التي هو مهتم بها، وهي تهشيم الثوابت في المسرح. وأنا كنت أسمعه وناقد عدنان يتحدث عن أن يتخلص الكاتب المسرحي من اللغة الأدبية، فهو قال له أحسنت، وهذه واحدة من الأشياء اللي هو يهتم بها. قاسم مطرود لمن لا يعرف، ولا أعتقد أنه خفي عليكم، لكنه دخل معهد الفنون الجميلة عام 79 قسم الفنون المسرحية والإخراج، التحق بأكاديمية الفنون الجميلة عام 94 وتخرج منها عام 98، كما أنه واصل بعد مغادرته العراق والتحق في كلية هيلفرسن، وحصل على دبلوم في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، وأيضا حاصل على شهادة في كتابة السيناريو. وباختصار له العديد من الشهادات التقديرية التي نالها، كمثلا في عام 2006 نال شهادة تقديرية من قبل وزارة الثقافة والتراث في سلطنة عمان على جهوده المسرحية في إثراء مهرجان المسرح العماني الثاني، منح شهادة تقديرية من قبل فرقة مزون أيضا من سلطنة عمان التي قدمت نصا من نصوصه وهو رثاء الفجر، والذي فاز بأفضل سينوغرافيا. منح شهادة تقديرية من وزارة الثقافة والتراث على جهوده المسرحية في تلك الفترة، كما أخرجت مسرحياته في العالم العربي، ومثلت هذه المسرحيات ومثلت أيضا بلدانها في مهرجانات عربية كمهرجان تونس ومهرجان القاهرة وغيرها. كما أيضا لا أغفل جانب مهم من جوانب حياة قاسم مطرود، وهو الدراسات النقدية التي قدمت لنتاجه وسلطت الضوء على مسرحياته. وربما سأكتفي بالإشارة لمعلومة واحدة فقط، يعني أنا ما شاء الله عندي السي في مليان، لكن أكتفي بإشارة واحدة، أنه أخذت عن نصوصه 5 رسائل دكتوراه و7 رسائل ماجستير،
وهذا أعتقد بحد ذاته إنجاز كبير لمسرحي نعتبره شاب قياساً بالمسرحيين العالميين السابقين، كما وأنه يعد أحد أكثر المهتمين بكتابة نص المونودراما في الوطن العربي، وكلنا يعرف كيفية صعوبة كتابة نص المونودراما لأنه يعتمد على الشخصية الواحدة وأيضاً يعتمد على ممثل واحد. وأيضاً بعض مسرحياته في المونودراما مثلت لأكثر من 25 مرة على مسارح عربية وأيضاً قسم منها عالمية، وبعضها حصلت الجوائز كاملة كما مثلاً مسرحية مجرد لفايات، أنا أتذكر أنها حصلت في مهرجان عمان المسرحي الخامس على أفضل عرض وأفضل إخراج وأفضل ممثل، فيعني حصلت كل الجوائز. على كل حال هو ما شاء الله من الثراء الشيء الكثير، وما زال لديه الكثير من العطاء، وأنا أترك أو نتوقف معه ليحدثنا عن تجربته وعن اهتمامه تحديدا بمسألة تهشيم الثوابت في المسرح. شكراً لك. قبل أن نتحدث عن تهشيم الثوابت، أولاً أشكركم جميعاً على الحضور رغم الجو ماطر، وأشكر قاعدة الإسلام سلام والأستاذ غانم، وأشكر صديقي عدنان الذي استطاع وبجد أن يجد نقاط تواصل بين نصي ونصي بعض الأشياء في شكسبير. اسمحوا لي صوتي لا يساعدني لأني صحتي متعبانة يعني. وتحدث الأستاذ عدنان أنه يتمنى أن يكتب عن هذا النص شيء، فأقول له اكتب عن هذا النص كتاب كامل بكاتبة مغربية، كتاب كامل كتب عن هذا النص فقط. وكنت أتمنى أن يكون هذا النص مقروءا من قبل الجميع لكي تعرفون عن ماذا كان يتحدث عدنان أو الناقد عدنان، لكن اسمحوا لي أن أقرأ لكم المقدمة التي مر بها مرورا سريعا الأستاذ عدنان. كتبت النص وأنا طلعت على كتاب تفسير الأحلام لسيجموند فرويد. يقول فرويد إن الحلم، في الحلم تتحول الكلمات إلى صور، وأنا حلمت بهذه المسرحية كصور، وما استيقظت حولتها إلى كلمات، فقلت هل سيأتي يوم أو شاهد هذه الكلمات كصور تتحرك أمامي على خشبة المسرح وانتظر ذلك اليوم. في حقيقة الأمر هي مثلت كثيرا ولكن لم تتسنى لي الفرصة لمشاهدتها، مثلت في العراق شكرا والمغرب ودول أخرى كثيرة ولكن لم أراها. الحديث عن أولا إذا اتسع وقتكم عن مسرح المستقبل وليس تهشيم الثوابت. الحقيقة أنا أكتب، واسمحوا لي أن أقول أنا وأكتب لأنه تريد أن نتواصل معا، أن أعرفكم كيف طريقتي هي الكتابة. أنا لا أقلد أحد ولكن هكذا هو المسرح، هكذا هو الفن، نحن ندرس ونقع تحت سلطات الآخرين دون أن نعي ربما أو نعي. أنا لا أعتقد هناك شيء اسمه حاضر، لأن كل ما نتحدث به الآن يصبح ماضي، ما قلته الآن أصبح ماضي، كلمة الآن صارت ماضي، وعلي فلدينا زمنين ماضي ومستقبل، فكل ما أكتبه للمستقبل، وكتبت عني دراسات
أعجبتني. قيل أن هذه النصوص يجب أن تحفظ في المتحف العراقي بعض من النصوص لأنها ستقدم بعد 200 عام أو أكثر، لأنها نصوص خالدة أكل يقال. وإذا كانت بالفعل كذلك فأنا أسعد إنسان، بل قولوا بأنني إنسان خالد، فأنا أسعى في أن أكتب للمستقبل، أكتب دائما نصا حيا، ولا أنشر نص أو أنشر كتاب إلا عندما أشعر أنه كائن حي يمكن أن يتحرك. يعني أشعر بأن هذا الكتاب وهذا النص كائن له وجود، وجود اجتماعي يستطيع الدفاع عن نفسه. إذا هاجم أحد هو يستطيع الدفاع عن نفسه، مو أنا أدافع عن نفسي وأقول لا هاي جملة كذا وهاي جملة كذا. هو يستطيع أن يقف ويقول أنا موجود، يعلم أن وجوده مثل ما مسرحية هاملت الآن تستطيع الدفاع عن نفسها، أو أي نص آخر، أو النص الذي تحدث عنه أستاذ عدنان انتظار جودل، نص يستطيع الدفاع عن نفسه منذ 1947 منذ كتب حتى اليوم. فأتمنى النصوص هكذا أن تكون النصوص ذات وجود. هذا فيما يتعلق بمسرح المستقبل، أنا لا أكتب لليوم ولا لأمس، أكتب للمستقبل، الغد هو الذي يشغلني. أما في موضوع تكسير الثوابت، تهميش الثوابت، فلنقف عند هذا النص مثلا، فأنا هشمت كل القواعد الكتابية في المعنى والآليات، وأسعى دائما في أن أهشم. يعني إذا كتبت نص أول شيء أقوم بتهشيم النص السابق، كيف كتبته فأهشمه وأكتب نصا جديدا على أن يكون لا يشبه ذلك النص في الآليات. فأنت تجد في هذا النص آليات ومعاني لا تشبه ذلك النص الذي سبق، وإذا شبهته فأنا أحزن. حتى في الإخراج، مرة دخلت على أحد المخرجين وكان يقدم لي عرضاً مسرحياً اسمه رفاء الفجر، الله يرحمه كان عزيز عبد الصاحب يمثله في مسرح رشيد، فقالوا لي ما هو رأيك؟ فقلت لهم لم يعجبني، لأنه أنا شاهدت نصي تقرأونه على المسرح وهذا ليس عمل المسرحية، أريد المخرج أن يهشم نصي تماما ويأتيني برؤياه، وهذا هو الإبداع. الإبداع في أنك تهشم نص المؤلف وتأتي برؤياه وتضيف إلى رؤية المؤلف حتى تكون رؤية مزدوجة، والممثل يعطي رؤية وكاتب السيناريو يعطي رؤية وهكذا. وأنا مثلا أبدأ بعكس ما يبدأون، أبدأ بكتابة السينغرافية دائما مبنية على فكرة عندي، والفكرة تكون ناضجة. يعني قبل يومين أنهيت نصا كنت قد بدأت به قبل 7 سنوات، 7 سنوات أبدأ في نص لم أكمله إلا قبل يومين، وأعمل به بشكل شبه يومي، ولا أطلق أي نص. هناك نصوص نائمة في مجراتي، أقول مجراتي ولكن في الحقيقة في كمبيوتري، هناك نصوص نائمة في مجراتي لم أطلقها لأنني لا أشعر أنها تستحق النزول إلى الساحة، لا زالت غير مدربة كجيات عندما أشعر أنها. وأكتب على النص أعلى أنه نص لا ينتمي إلي، وعندما أشعر أنه نص اكتمل أطلق العنان له وأضعه في موقع خاص وأنشره وهكذا. هناك مسألة أخرى، مسألة الفصل الواحد.
بدأ كتابة الفصل الواحد، والفصل الواحد بدأ أيضا حديثا، لأن المسرح القديم كان يبدأ بالفصول والمشاهد، المشهد الأول المشهد الثاني، وهذه عملية كلاسيكية. ولكن بدأ الفصل الواحد مثلما تحدث الناقد المبصر الأستاذ عدنان، أنه بعد الحرب العالمية الثانية هناك تحولات كبيرة، وهذه التحولات أدت بالإنسان إلى أنه يغير حتى الإيقاع، إيقاع الحياة. إيقاع الحياة أضفى على الكاتب والكتابة نوع جديد من التوازن. يعني الفصل الواحد هو إيقاع جديد بالكتابة، أنا تبنيته، أعتقد أكتفي بذلك، تعبت. أحسن. أعتقد أن الأستاذ قاسم مطرود لا يحتاج أن يتحدث عن تجربته في الكتاب كما قال هو يتحدث عن نفسه، لكني أفسح المجال للحضور الجميل اللي شرفنا بحضوره لبعض الأسئلة، سواء للناقد عدنان حسين أحمد أو للجميل قاسم مطرود، فأفسح المجال لأي سؤال. نعم تفضل. يعني ما نتعب حساب قاسم، ممكن عدنان النص الواحد أو خلينا نقول الفصل الواحد اللي تم طرحه، بدي أتمنى أن تكون عندي صورة أن جلد الزمن اللي حيستغرق هذا إذا تم تقديمه كعمل مسرحي، أو إذا قاعد أنا انشغلت في قراءته. يعني كيف نعرف إنه الدماغ البشري عنده قابلية على استيعاب المعلومات وتركيبها، وبالنتيجة تكون صورة معينة كاملة عما تم طرحه، سواء كانت مسرحية، قطعة موسيقية. فيا ريت إنه فقط يعني ريت أعرف جلد الزمن اللي حيتم استغلاله في قراءة هذا النص أو يعني مشاهدة العمل المسرحي. أنا أتمنى أجاوبك. تفضل. تفضل. لا لا لا. هذه تتوقف على نوع النص. شوف عندي نصوص أنا كاتبها. السيناريو أنا أضع سيناريو بين قوسين. السيناريو المخرج قد ينفذه. يعني أنا عندي جملة واحدة في أحد المسرحيات يعني تروح ناصية أخرى تقول ديدان، مو جملة حقيقة، ثلاث مفردات، ديدان تزحف على الأرض. هذه المفردة سواها المخرج لقمية عراقية أدتها أزدغ صومعيل على مسرح الرشيد، بس صار مشهد طويل وعريض. ديدان تسحق على الأرض، سوها ديدان ونساء وما أعرف إيش، فهي رؤية مخرج، بس أنا حاط مفردات ثلاثة. إذنك هنا، ولهذا قلت لك المخرج شلون يشتغل، نوبات كلمة واحدة أنت توظفها إلى مشهد كبير وعلى طويل وعلى نوبات، أنت مشهد من ثلاث صفحات هو يشيله ويسوي صورة، وأنا كاتب. ولهذا أعمالي، اسمحوا لي شوية يعني أمدح نفسي، أعمالي أكثر، أنا الآن أكثر كاتب عربي تقدم أعماله في المسرح في الوطن العربي، بسبب انفتاحي، وبسبب إنه أعمالي أنا أقول دائما من حقهم يغيرون أو ناقشوني لأنني موجود كاتب حي، فيناقشوني ومستعد أني طالما نصي موجود منفتح يقولوا لي يا بدي تغير، ما عندي مشكلة، عندي خمس صفحات شيلهن بس طالع لي صورة ناجحة، صورة معبرة، وقال فعلا نحكي عن الصورة، والصورة من المسرح هي أبلغ من مئات الكلمات، صورة ناجحة، صورة معبرة،
شيل النص كله. حكى لك هذا النص اللي قلت لك كملته قبل 7 سنوات. أنا كاتب بإمكان الجسد إذا استطاع الجسد أن يقدم هذا النص فلا غير، استخدموا الجسد كتعبير إيمائي أو جسدي، يعني عبر الكوريغرافي يسمونه، فلا غير. أي طريقة من الطرق أنك تقدم العرض المسرحي لا نركز بالكلمات، الكلمات ما فتشير لا تهمين، والكلمات أصلاً اللي حدث عن أستاذ أبنان ويجون يونسكو لغاها من زمان، الكلمات بالمسرح اعتبروها يعني مو مهمة. فأنت تقرأ النص، النص قد تقرأ نص ساعة ولكن قد يقدم ساعتين. نعم دكتور عبد الله المسوي، تفضل. أنت قاسم مطرود. نعم. وهو زكي نجيب محمود. إيه. وكلاكما يحاور الكلمة على أنها كائن حي. نعم. تلك أسباب النجاح. لكني أجد أن قاسما مجهول في المستقبل. نعم. يعطي ظهره للماضي، والماضي هو الذي أولد الحاضر وحفز المستقبل. لما أدراجك مملوءة بالعديد مما أشرت إليه عن أحداث المستقبل، فهي غاية في الخلود أم إرغاء للماضي؟ مستحيل هناك شخص يلغي الماضي، أنا مسكون بالماضي. كل ما أكتبه أمتده من الماضي، ذاكرتي كلها عايشة بالماضي، يعني كل كلمة أود تدوينها تخرج من الماضي السحيق، من ذاكرة الماضي السحيق، وليس الماضي الذي يعني أمس أو أول أمس. حسن. نعم تفضل أستاذ. حقيقة يعني أنا وجدت شديد يعني الليلة حقيقة أول يوم أنا طلع يعني وعرف رواياتك وكذا، وجبت لي من السرد الموجز اللي ذكره أخونا يعني عدنان. حقيقة أنا سؤالي ليه أنت ما رواياتك ليه ما ترجمتها للغات الأخرى يعني؟ ترجمتها للإنجليزية والفرنسية؟ حتى الأدوية. ترجمتها للإنجليزية؟ والفرنسية والهولندية والعبرية، وأخذت عنها بالعبرية رسالة الدكتوراه المرة في مسرح قاسم مطرود. لا خلاص دي جميلة. بعد السؤال الثاني برضو الجزئية الأخرى فضل. بس أنا يمكن جيت متأخر جائزة الحتة دي، أنا ما يعني فاتتني كده الجزئية الأخرى اللي أنت تتحدث عنها، ليه مثلا رواياتك يعني مثلا ما ظهر في الميديا العربية يعني مثلا في من خلال يعني فضائيات، يعني مثلا انا بشوف برامج مثلا ادبيه كثيره تتحدث عن الادب والمسرح كذا، فما يعني ما اعرفك في الحته دي ما نشط ليه يعني. والله راح اقول لك روح الى مكانين، تذهب الى اليوتيوب واكتب اسمي ستجد هناك العشرات من اللقاءات التلفزيونيه مع حضرتك، واذهب الى جوجل واساله عن اسمي ستجد من هو قاسم مطرود أو ستعرف. الحقيقة مش كأنه كان. أما تقصد الفضائيات تثبت مسرحيات، هي لا تثبت مسرحيات جادة. الكاتب السوداني الطيب صالح المرحوم كذا برضه وجوده كان في العاصمة البريطانية، هي هو يعني بجانب اجتهاداته كرجل كتب فيها وكتب روايات يعني المسرح ذاته استخدمها والسينما وكذا. وجوده في العاصمة البريطانية يعني له مجال للصيت والشهرة وكذا، وأنا بتحدث تعليقي إنه عن استغلال المساحة دي كذا. شكرا جزيلا. إن شاء الله. كذا. إن شاء الله وجدنا. بإعجابي بها رغم إن أنا الليلة يعني أخذت فكرة مبدئية عنها يعني كنت أتمنى وحاسعى بها وأكثر. أنا سأعطيك كرت في موقع خاص وستجد فيه لقاءات تلفزيونية وفي مسرحياتي التي مثلت في الوطن العربي ومهرجانات عربية
المهرجان الدولي موجودة كلها. أنا ما أشوف أنا وأنا من الذين أدعوكم جميعا في أن تؤرشفوا. الأرشفة مهمة جدا لأنه لا أحد يؤرشفنا إلا أنا بعد موتنا. نعم تفضل سؤال. بالنسبة إلى شبه تهميش النصوص، تهشيم النصوص بالنسبة هذا مدرسة عبثية. ممكن زي ما الفائدة من المدرسة العبثية؟ عبثية شنو يعني عبثية؟ يعني أنت نص تكتبه وبعدين تهمشة تهشيم. إيه لا مو هيك هي الفكرة. فكرة مو هيك الفكرة لأنه أنا ما ألتزم بقانون. لا بس لو تسمح لي شوية يعني أوضح لك هاي الفكرة. في فرنسا ظهر تيار اللا رواية مثلا، يعني في عدد كبير من الكتاب على رأسهم ألين روب ريالي كتاب رواية اسمها لا جالوزية بالفرنسية، ستائر النافذة هي في الحقيقة أو الغيرة تترجم. ذولا حاولوا أن يهشمون الوحدات الثلاث، الزمان المكان الحدث الحبكة التسلسل المنطقي للنص الروائي، ويكتبون نصوص لا تنتمي إلى هذه الأشياء مطلقة. وفعلا لو تقرؤون هذه الرواية يعني تحتاج جهد كبير من القارئ لكي يعيد تنظيم وترتيب الأحداث، وكأنه الروائي يطلب من القارئ أن يبذل جهدا موازيا للجهد الذي بذله في كتابة هذا النص المباح. وفيما يتعلق بالأخ السوداني اللي مبين من لهجته الأخ العزيز، يعني الأقصى المطرود حقيقة مثلت إلى في كل بلدان المغرب العربي على الأقل، يعني مثلا تونس المغرب حتى ليبيا. يعني قبل فترة شفنا له عمل مسرحي حتى كان أخذ من دون موافقته، في القاهرة موجودة، في دمشق مثلت إلى، في الخليج العربي، فتمثل حقيقة في كل مكان. يعني بالنسبة للأخ الطيب صالح تعرف روائي، وأنت أرجوك أن تفرق بين الرواية والنص المسرحي. الرواية جنس آخر والقصة القصيرة جنس آخر والعمل المسرحي أيضا جنس آخر. الطيب صالح اشتغل في البي بي سي لمدة طويلة من الزمن، وكانت أعماله أيضا تبث عن طريق البي بي سي. البي بي سي ساهمت في تقديم أسماء عربية كبيرة يعني وكثيرة إلى المشهد الثقافي. ولكن فيما يتعلق بتجربة الأخ قاسم حقيقة، يعني أنا شخصيا أشكر كل المخرجين المغاربة والتونسيين، وحتى هذا المخرج الليبي الذي أخذ النص من دون إذن وقدموا هذه الأعمال وأعجبوا بها تماما. يعني فيما يتعلق بتهشيم هذه النصوص وتهشيم الوحدات الثلاثة التي يفترض أن تبدأ من اللغة أولا وتمر بهذه الوحدات المعروفة، هو ذكر لكم موضوعة السينوغرافيا في هذا العمل المسرحي. السينوغرافيا ببساطة يعني لنقل هي المؤثثات التي تنوجد على خشبة المسرح للتعبير عن دلالة محددة ما، طبعا زائدا المؤثرات البصرية والمؤثرات الصوتية، وإضافة إلى استثمار الممثل بالطريقة التي يراها المخرج مناسبة وليس الكاتب، لأنه هو الآن حتى من خلال حديثه يعطي المخرج الحق في تهشيم هذا النص الذي كتبه 100% شرطا أن يقدم له خطابا بصريا لافتا للانتباه، على اعتبار أن المسرح هو صورة بصرية. وهذه المشكلة في السينما ستصبح أعمق. يعني أحيانا حينما نأخذ رواية ونسوي لها adaptation تسمى أفلمة، هي الكلمة معناتها تكييف أو تعديل أو تحويل من وإلى، يعني من رواية إلى فيلم. هذه الأفلمة فعلا لازم أن تهشم النص الروائي لكي تحوله إلى خطاب بصري ولغة بصرية، يجب أن تعزز بما يسمى بالأدلة البصرية. هذه شوية كلمة نقدية ما أريد أن نخوض فيها، لكن هو يمنح المخرج الحق في أن يحقق رؤيته الإخراجية، وهذا شيء مهم. هناك كثير من الكتاب المسرحيين حينما
تغير كلمة أو جملة أو مفردة أو تلغي فصل، تقدم فصل، تؤخر فصل إلى آخره، ها؟ يقلب الدنيا أصلاً. أو يكتب. ها؟ يكتب المقدمة لا يسمح. لا أحياناً طبعاً يكتب أنه لا يسمح، ولكن هذا شيء مستحيل. مرة أحد المتلقين سأل مايكل أنجلو. مايكل أنجلو عنده لوحة، عنده عفواً منحوتة وكثير من النحوتات جميلة جداً. سأل قال هذه منحوتة ديفيد، يعني شلون طلعت من هذه الصخرة العمياء هذه المنحوتة المتقنة التي تريد، كأنه يريد أن يتحدث ديفيد. قال والله لم أفعل شيئاً لهذه الصخرة الصماء سوى أزلت منها كل ما لا يتعلق بديفيد وتحولت إلى منحوتة. فالمخرج حقيقة يجب أن يزيل كل الأشياء الزائدة في النص المسرحي المكتوب الذي تحدثنا عنه وقلنا يعني الكلام يجب أن يتحول إلى خطاب بصري، هذا هو المطلوب. شكرا. نعم. عندي إضافة صغيرة لأن كنت قبل صغيرك. أنا أشتغل أيضا على مسألة ثانية على الخيال المتلقي دائما، يعني عندما أكتب بدأت أقول إنه مثلا سنمثل، نحن الآن في المسرحية اسمها عصف على حراك الجمر، نحن الآن على جسر، على المتلقي أن يفهم نحن الآن على جسر، نحن على شاطئ، نحن في مقهى، يكفي نحن في مقهى سنشرب القهوة، يأتي النادل يأتي بفنجاني قهوة، تخيلون أنتم بيننا نشرب قهوة، هكذا هو المسرح الحديث، يعني خيال المتفرج ألعب عليه أيضا لأنه يخدم العرض المسرحي. أريد أضيف شيء آخر أيضا، إحنا ما تحدثنا عن النص المسرحي الثاني حقيقة، يعني موضوعة حقيقة، بس أريد ألفت عنايتكم الكريمة إلى اللغة. يعني أنا لماذا أشرت إلى التلاقحات الموجودة يعني بين القاسم وكبار المسرحيين الموجودين في العالم؟ لأنه يشتغل على موضوعة اللغة، وهذه نادراً ما يتورط بها الكتاب المسرحيون. في النص الآخر اللي هو صدى الصمت، يعني هناك شخصيتان، امرأتان، ها؟ صدى الصمت. الامرأتان واحدة يعني تبدو أنا هكذا اكتشفت أنها عراقية والأخرى فارسية أو إيرانية يعني. وعدم التواصل هي هذه المساحة المشتركة حقيقة التي يشتغل عليها كبار المسرحيين في العالم، وهي اللغة. في المسرح يعني العبثي الذي الأخ ذكر موضوع العبثين، قالوا يجب أن تتحول اللغة من وسيلة اتصال إلى وسيلة انفصال، هكذا تتهشم اللغة، أي حينما تبطل مفعول اللغة. إذا أبطلت مفعول اللغة في المسرح ربما تستعين بلغة الجسد، وربما تستعين بالبانترو ماين، التمثيل الصامت والأداء الصامت. وحقيقة هذا يعني هو التحدي الكبير الموجود في المسرح حينما تقول أشياء كثيرة من دون كلمات. نعم. أنا أحيي القاسم مطرود الإنسان اللي ورغم يعني ما علمنا به من المرض هو تواصل أعطاء وتواصل العمل، ومتى ما اتصلت به أجده على الكمبيوتر قاعد يكتب ويألف، ويعني مثابر مثابر في روحه وفي عطائه. وأحيي أيضا يعني المؤلف اللي هو رغم حداثة يعني الفترة اللي كتب بيها، يعني هو بدأ كناقد كمخرج بعدين وجد نفسه كمؤلف مسرحي، رغم هاي الفترة القصيرة لكنه واسع الانتشار في العالم العربي. أعتقد يعني استفاد جدا من هذه الانتشار، استفاد من المهرجانات المسرحية اللي حضرها، استفاد أيضا من موقع مسرحيين اللي يمكن ما نذكره هنا، موقع مسرحيين اللي هو يتعب عليه بمفردة، يعني أكثر من كم ألف نص مسرحي موجود فيه أيضا هو يشتغل عليه أيضا. إنسان يعني مثل هذا الإنسان يعني أنا أقدر أحترمه. ملاحظة عندي عن النص الثاني اللي هو صدى الصمت، استخدم فيه
دراماتورج. هاي دراماتورج يعني تقنية يعني جديدة بالمسرح، إنه هو يدخل ويعني كل شخصية مباشرة. يعني هو أصلاً هو كمصطلح يكون مستشار للمخرج ومستشار لأدوات النص والسينوغرافيا، لكن هو أدخل كعنصر أساسي في توجه النص يعني وفي سير النص. يعني لغى أبوية المخرج، ويعني رغم إشكالية يعني إشكالية المصطلح، ما بدنا نقول مخرج مؤلف، لكن هو كعمل متكامل يكون لوجود هذا النص. وايضا اللغه يعني عامل اللغه جدا عجبتني يعني بهذا النص، انه ما موجوده لغه تفاهم، لكن اصبحت يعني اصبحت مسرحيه متكامله، يعني نص كامل رغم عدم تفهم الشخصيه للغه الشخصيه الاخرى، الشخصيه الاولى مش الثانيه. فأيضا هذه يعني بالنقطة يعني تظهر، وبنفس الوقت يعني من نقدر نقول عنها حداثة قوية يعني أكثر مما هي تقليدية في المسرح، اللي إحنا يعني نتمنى أن يتطور أكثر، نتمنى الأمر المديد لأستاذنا ويخلي يعني يكتب أكثر وأكثر. شكرا. في كل مستلزمات العالمية، وأنا في مسرحيون أيضا فتحت نافذة، ولأول مرة في تاريخ المسرح العراقي مركز الدراسات لإمكانية ترقيب الثقافة العراقية وخصوصا المسرح العراقي، وبدأت تأتيني دراسات كثيرة، وهذه أول مرة يفتح مركز دراسات. ولكن أنا أشعر أن المسرح العراقي مسرح متقدم جدا مقارنة بالمسرح العربي، أو مقارنة بالمسرح العربي. نعم. نعم. وكيف النصوص اللي تصلك، يعني كيف تقيمها؟ والله نصوص متقدمة، هناك كتاب إذا تردين يعني مثلا تقارنينها مع الكتاب العرب، استاذ عدنان قبل شوي قال هناك نصوص، هناك فرق كبير بين النص الأدبي والنص المسرحي. النص الأدبي هو نص حشو، نص يعتمد على اللغة فقط. أنا تأتيني نصوص مسرحية لو أكتبها أنا أعيد كتابتها، أحذف منها، يعني إذا تأتيني لنعتبرها 80 صفحة أحذف منها 60 وأبقي على 20 صفحة، لأنها كلها إنشاء. المسرح ليس إنشاء، المسرح رسالة، جملة قصيرة فقط، مثل ما قال سيد عدنان أيضا، لا شيء يحدث لا شيء إلى أن أكون أو لا أكون، لا تتحمل هذه الجملة إلى إرسال أو استرسال. نعم. فنان. هناك مقولة تقول أن القلم الكبيرة غلب الرأس الكبير. في الأرجنتين القدم مارادونا غلبت الرأس الكبير اللي هو أحد كتباء أمريكا اللاتينية، ماركيز جابريل غارسيا ماركيز، بورخيس. فيعني القدم يعني الناس كثير من الناس يعرفون هاي القدم الكبير لمارادونا، بس هذا الرأس الكبير اللي ما حد يعرف. فاحنا ايضا تطبق علينا المقوله هنا، يعني كثير يعرفون يونس محمود وغيره من اللواعب العراقيه، لكن كثير من الشخصيات العراقيه الادبيه مثل قاسم مطرود وغيره من الاعلام العراقيه يعني ياتون بحضورهم ويغادرون حياتهم وما حد يعرفهم، بينما نجد اثرهم اكبر اثر من هذه هذا الجانب. يعني حاليا العراق انشغل فترة السنة اللي فاتت في أولمبياد لندن، والمنتخب العراقي يعني طلع من خارج التصفيات، وفرقة مسرحية عراقية ومنها كان مثل سامع عبد الحميد رشحت إلى أن تمثل
مسرحية هنا في أولمبياد لندن على مهرجان شكسبير. وجيت. وجيت. وهسه اجت هنا وانت كنت واجدة. لكن ما وجدنا هذا الاهتمام بهاي الجانب. لذلك احنا يعني من خلال هذا اللقاء نشكركم طبعا ان توجهون هذا الضوء على هكذا شخصيات حتى الكثير من عندنا من جاليتنا العراقية والعربية تتعرف على هذا النبع الإثري الثقافة العراقية. صحيح. شكرا للفنان أمين شاتي، واعتقد انه يعني باسمي واسم المؤسسة وكل الاشخاص العاملين في هذا المكان احنا حقيقة نسعى الى ان نحتفي بكل الشخصيات العراقية تحديدا. وما الاستاذ قاسم مطرود يعني غريب عن هالمكان، بالعكس هو انا اعتبره يعني حتى قبلي هو من المؤسسين، يعني هو رجل كان حاضر في افتتاحيه هذا المكان وانا ما كنت حاضر. فلذلك هو وغيره من كبار الشخصيات فعلا احنا هذا المكان يحتفي بهم ويتمنى ان يقدم ما هو الافضل. اخر سؤال او اخر تعليق قبل ان نختم. نعم تفضل. تتضمن مسرحيات الأستاذ قاسم واقع المجتمع العراقي اللي يقدمه في أن يظهر الواقع يعني ويصلح من الواقع المؤلم في المجتمع العراقي وفي المجتمع العربي كله. هل توجد مضامين في المسرحيات؟ أجيب. لا تأخذ المسرحية من مسرحياتي أي حدث من أحداث العراق. وقيل لي بأنني مسكون بالعراق، أما تصلح أو لا تصلح على أمر لا أستطيع أن أجيبك. أنا أطرح المشكلة وعساها أن تصلح. في بعض المسرحيين أو أكثرهم في كلمات واحدة أو تعابير واحدة بحيث أنه تعطي للمجتمع فالتقدم إلى الأمام أو إثارة إلى أنه يغير الواقع اللي هو اللي عايش. فأنا مع احترامي إلى أنت كمسرحي والناقد والأستاذ، نحن نقدر مسرحياتك وعملك وإنجازاتك، لكنه هل موجود أنه شيء عندك أنه يغير؟ أتمنى ذلك، ونحن نتمنى الكل يتمنى. واخر سؤال لانه بس قبل اخر انا عندي تعليقين. الاول اريد ان انوه لكم بان صدى الصمت صمم غلاف الاستاذ الفنان باسم مهدي، وارسل الغلاف الى دار الشؤون الثقافيه، ولكنهم لم يلتزموا بالغلاف وغيروا الغلاف وحذفوا اسم المصمم ووضعوا اسم مصمم آخر، فأعتذر منك. وثانيا أشكر الشاعرة المتألقة ورود الموسوي على تقديمها لهذه الأمسية بلغتها العالية المعروفة وشاعريتها، وأشكرها أيضاً على تحضيرها لكل ما جرى لأنها تعبت نفسها لفترة طويلة من التحضيرات. إذا نختم بآخر سؤال. ما أنا راح أشوفك. بس ما حبيت أطول، بس سؤال أخير. سيري أنا حاضر. ميلاد. حالياً مسرحيات شكسبير قام يسووها أفلام سينمائية، ممكن بالمستقبل نصوصك ومسرحياتك تقبل أن يعني تتحول إلى أفلام سينمائية؟ قدمت مسرحياتي مثلها فيلم 3D، وأقبل منها سيدة أنت مخرجة وأنا أنت مخرجة سينمائية، أنتج أي مسرحية من مسرحياتي بسوي فيلم. جميل هذا الحضور وجميل الحديث مع الأستاذ قاسم مطرود، وهذه الأمسية يعني كأن الليل يطبق مرة أخرى كما يقول السياق لتشربه المدينة. وأيضا إحنا ربما نغيب في هذا الليل
ودمتم لهذا المكان ودام هذا المكان لنا، وشكرا كبيرا للاستاذ قاسم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم جميعا.